برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشاري خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبتشريف صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة، تقيم جمعية كفاء للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات حفلها السنوي لعرض منجزات 2022. صاحب السمو أيها الحفل الكريم، لا شك أن القطاع الخيري يساهم بشكل كبير في مساندة جميع خدمات الدولة الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وهذا ما ركزت عليه رؤية المملكة 2030 في تحقيق التنمية المستدامة. الكل داعم لنا، فبهذا الدعم الحمد لله، ومن الداعمين أيضا الداعمين للجمعية والشركاء معها داعمين لها ماليا، حققت الحمد إنجازات طيبة مباركة كثيرة خلال 20 عام، ولكن في هذه السنة تميزت بأن أوصلت رسالة التوعية إلى أكثر من 500,000، وأيضا استفاد منها عدد كبير في الإقلاع عن التدخين والمخدرات، ولها برنامج جميل حق يعطي صورة مشرقة حتى عن المملكة اللي هو برنامج حج بلا تدخين ورمضان بلا تدخين. هذا يعني يقدم توعية وعلاج في ساحات الحرم المكي الشريف وحتى في المشاعر، فهذه يعني بعض إنجازات الجمعية ولله الحمد، والعاملين جميعا سواء مجلس إدارة أو عامل يطلعون المزيد بإذن الله. هذه الجمعيات هي صمام أمان، وهي الحقيقة منقذ لكثير من الناس الذين يسيرون إلى الهاوية، فهي تقوم بعمل حواجز لمنعهم من السقوط وإلى هذه الهاوية التي هي هاوية المخدرات، وبدايتها السجارة والغليون والشيشة، ثم السقوط إلى مهاوي المخدرات، والمعاناة كبيرة، والبيوت تئن من الذين هم قد وقعوا في هذه الحفر العميقة. فالجمعية لها دور كبير في انتشال هؤلاء ومنع من لم يسقط في هذه الهاوية بتوعيته وتذكيره وتعريفه بعمق هذه الهاوية التي هو يتجه إليها. خلينا نقول الآن الكل يتحدث عن التعافي من الإدمان من الناحية الطبية، تمام؟ لكن في مرحلة أخطر، وهي مرحلة ما بعد التعافي الطبي. هذه الفترة اللي الإنسان يتعافى فيها، لا سمح الله لو رجع مرة تانية، هنا بتكون نكسة حقيقية. فدور الجمعية طبعا أكيد بتساهم في التعافي الطبي، ولكن بيكون لها دور أكبر في مرحلة ما بعد التعافي، إنه كيف هذا الشخص لا يعود مرة ثانية لا سمح الله إلى هذه الآفة. مواد مخدرة ومغيبة للعقل ومؤثرة على الوظائف الجسدية، إن كان إدمانها قدر فصناعة عافيتها أمل وعمل. لقناة إقرأ ماهر بن صديق، جدة.